خنشوف نسيت تليفوني جوال. حاسس ان انا مش اعتبر هذه الطريقه اسهل طريقه ان شخص يخنش. صباح الخير. ايه ده؟ مش عارف كيف حضرتك كده. النبي تقول لي طلع طلع عليك. شوف النهايه. اتوا عليكم الان اعضاء الفرقاء المتنافسه. في مرة غشمرة من زوجها سببت لها اكتئاب شديد أو زايد وزن. كل حاجة حنون أنا بالنسبة لي هي مواضيع مؤجلة لأني بوالد خطبة ولا جوال ولا قصص حب. أنت تعبنا 20 عالمية على أرض مصر. دورتين كاملتين فسينتقل الفريق كل طاقتنا هذا. إيه على راحتك بإذن واحد يحقق لك هالشيء. سليم 24 10 اسئله مره واحده خلص. ابدا كنت اكل السلطه ما كنت تحس باليوم. قول لكم سر ما كنت تخبينه بشكل مخفوق. انما المهم البرفورمانس يبقى عالي. تينات والاملاح وال والفيتامينات والأملاح يخلصونا بقى اضربوا. هذه خديجة اللي نعرفها. حتى الصغار اللي أعمارهم فوق 15 شلون كان طعمه حلو وما في أفضل من نتائجة. في برو عبارة عن تركيبة وجبات لذيذة. يصدم ويسأل نفسه وبطاقاتكم لا أحد يقدر شعوري. أنت تريد الفوز في السباق هنا. هل تملك المهارة الفنية؟ الآن يا بنا التمرين الأول. كيف جبت عندها 13 سنة؟ كل أنتري هذا فريقي هو باسل أول في هذا السباق. خسرت. يعني ما بدي يكون عالم بالقرآن. شخص ثالث أي يمكنك أن دنيا نمتينا طول الوقت السماء داعية للتوتر يا ماهر. وبناتكم كيف نحيل خلال 24 هي بسيط في تناول وجباتكم بالنهار وبالمساء. سهلا الله يبارك فيك. طعام يا استاذ صعب عليهم. الدهون الزايدة اللي بجسمك نتيجة حصول علشان كذي بسبب وزنها الزايد والمشاكل في ركبها صار عند شيماء عقدة نقص. ان الناس يدي العدم شو مثل ما قلنا ما يعرف أستاذ. أنت أخذت الاكتئاب. نحن متعادلين لسه ما سيئن بتوقيت السون التمرير الثاني. بنا تخفيف الوزن لكن ما تجاوزية عشان كذي منتج 22 سنة خسرت. انتوا لا تقولوا قرروا بيتاكلوا اللي بالصوره. قلت لنا ماكو شيء صعب قدام سلم 20. فاتج فيج بعد ما خففت وزن مسببين حاله نفس ولم بس على احلى فوجور. انتوا صار كبار متصرفين ترى. الى بدايه تتناول سلم 24 برو لكم تطلبون سليم 24. عبد السلام موظف في وزاره. كنت عارفه برضك والله ما كان حيكون عندك. هذه صحي ولا خليت علاجي خفيف وباقي بالتقسيط حتى 36. صعبه وشاقه لا يوم نض. احنا هني اليوم مع اكثر الوزن هاي رشيق. اي وانت بعد حبيبي بس السباق يا اولاد. هيا يا شباب لنضغط الى المدى. هيا بنا انا متحمس جدا. هيا ازعجك تعاونوا اعضائك. اكبر برنامج حميه سلمت ولد.
نجاح مباراة التنفيذ تجعلها الاختيار الأول لشباب من الجنس. فقد أن أحد وفوق هذا يزيد معدل الاستقلاب اللي بالجنس بدنية وتخفيف. بتحمي الشخص مثل ما قلنا.